العنوان الذي سأتناوله في هذه الحلقة وهو العنوان الرابع. أولا الشهادة الثالثة، ثانيا المشاهدة، ثالثا كاف هاء ياء عين صاد. عنوان أيضا من عناوين ساحة ثقافتنا الشيعية: أسد في الطفوف، أسد في كربلاء. قبل أن أشرع في ما أريد أن أشرع فيه في هذه الحلقة، رسالة قبل شهر محرم الفائت هذه السنة، يعني أواخر السنة الماضية، وردتني رسالة من أحد خدمة الحسين عبر قريبه في ألمانيا، وأعتقد أنه الآن يسمع هذه الحلقة لأنني أوصلت له خبرا من أن الجواب على سؤالك سيكون في هذه الحلقة، فقد وعدته أنني سأجيب على سؤاله فيما يأتي من الأيام، وإنني لا أعتذر لتأخير الجواب لأنني أردت أن أجيب عن هذا السؤال في هذا البرنامج. أحد خدمة الحسين رسالته طويلة وصلتني عبر قريبه في ألمانيا، رسالة طويلة ولا أريد أن أقرأها عليكم، وإلا هي معي موجودة الآن معي. أولا طويلة، وثانيا عباراتها ركيكة، وثالثا فيها سباب وشتائم لبعض المراجع ولبعض العلماء، وفيها كلام وأسماء أشخاص وأشياء كثيرة. القصة ما هي؟ هذا الرجل خادم للحسين عليه السلام، وهذه الخدمة الحسينية التي يقوم بها موروثة من آبائه وأجداده، هو من مدينة من مدن الفرات الأوسط، هناك هيئة حسينية في هذه المدينة، ويبدو أنها هيئة كبيرة من حديثه، وهو يقوم بعملية التمثيل، ما تسمى بالتشابيه. هو يؤدي تشابيه الأسد، قصة الأسد التي تتناقلها الشيعة، أن أسدا جاء لحماية جسد الحسين عليه السلام في كربلاء، قصة معروفة في الوسط الحسيني. هناك من الحسينيات، من المواكب، من يقومون بتمثيل هذه الواقعة، ويأتون كذلك بصورة للأسد مجسدة، يجسدون الأسد تجسيدا، يلبسون جلد الأسد بعض الأشخاص. هذا الرجل كان يقوم بهذه العملية. كما ذكر لي في الرسالة وحدثني أيضا عبر التليفون بعد ذلك، أنا حدثته وتكلمت معه، جاءهم في السنوات الماضية خطيب، هذا الخطيب وخطيب معروف، هذا الخطيب هو من خطباء أحد الأحزاب السياسية الشيعية المعروفة بعدائها ورفضها لشعائر الحسينية، فاستهزأ كثيراً
بهذه العملية وتحدث مع أصحاب الحسينية أن يمنعوا هذا الأمر، وحدثت مشكلة فيما بينهم، والمشكلات داخل الحسينيات أنتم تعرفونها كثيرة جدا. وقال لهم بأن العلماء والمراجع يرفضون ذلك ويحرمون ذلك. هذا الرجل الذي أرسل لي الرسالة يقول إنني ما كنت أتصور أن العلماء يرفضون ذلك، فذهبت إلى النجف وذهبت إلى كل المراجع، الأسماء المعروفة في النجف، كل المراجع مررت على مكاتبهم، فعرفت أن هذه القضية ليست صحيحة وأن المراجع لا يؤمنون بها ولا يحبذون إتيانها. والبعض منهم من أعضاء المكاتب أو من أولادهم يقول استهزأوا بي، فإنني كنت جادا متحمسا وأتكلم وأنا أبكي، وكنت أرغب أن ألتقي بنفس المراجع. يقول طردوني ولم يعطوني مجالا، وقالوا هذه قضايا تافهة وهذا الكلام ليس صحيحا والمراجع يرفضون ذلك، ونحن ننصحك بترك ذلك، اشتغل في أمر آخر، وهذا الذي قاله الخطيب شيء صحيح. فهو يقول أنا أصبحت محتارا، هؤلاء المراجع يقولون هكذا وهذا الخطيب كلامه تبين صحيح، وأهل الحسينية اقتنعوا بكلام الخطيب، وأنا يؤنبني ضميري الحسيني أنه كيف أترك هذه الشعيرة التي أعتقد بها. تفاصيل ومنامات وأحاديث ذكرها في الرسالة، إلى أن أرشده أحدهم أن يسألني عن هذه القضية، فكتب لي هذه الرسالة، وبعد ذلك تحدثت معه فأجبته إجابة موجزة، وقلت له بأن الإجابة المفصلة ستكون في قادم الأيام. الإجابة الموجزة في وقتها قلت له إذا كنت تريد أن تعرف مني الجواب بحسب قناعتي فإني لا أعبأ بكلام المراجع، وما قالوا لك من الكلام لا أعبأ به ولا أزنه بأي وزن، لا شأن لي به، وكذلك لا أعبأ بمناماتك، لا شأن لي بمناماتك وماذا رأيت، مناماتك لك والدين لا يؤخذ من المنامات، ولا شأن لي بكلام المراجع، فغاية ما يعتمدون عليه هو علم الرجال القذر في تضعيف الروايات، فلا شأن لي بكلامهم ولا شأن لي بمناماتك، ولكنني أقول لك بأن هذه القضية حقيقة واقعة ثابتة، قصة الأسد قصة حقيقة ثابتة، إذا أردت أن تمثلها فعليك أن تمثلها ضمن شرطين. الشرط الأول أن لا يؤدي هذا الأمر إلى تمزيق الحسينية أو الهيئة التي أنت تعمل فيها، فنحن نرى الحسينيات والهيئات تنشطر انشطارا أميبيا في كل سنة، الانشطار الأميبي مستمر في كل سنة، هناك انشطارات أميبية لخلافات تقع على مسائل تافهة جدا داخل الجو الحسيني. فقلت له الشرط الأول إذا أردت أن تمثلها ألا يكون ذلك سببا لتقسيم هذه الحسينية أو الهيئة التي أنت تخدم فيها، والشرط الثاني أن يكون الأداء ليس فيه إلحاق نقص بالمشروع الحسيني أو إلحاق ما ينقص بهيبة سيد الشهداء. إذا كان العمل بهذين الشرطين فاعمل وأنا شريكك في العمل، وإذا سئلت يوم القيامة فألقها في رقبتي، فالقضية ثابتة وواضحة. قلت هذا الجواب المجمل، أما الجواب التفصيلي فسيأتيك إن شاء الله تعالى
في قادم الأيام جعلت هذه الحلقة جوابا لسؤال خادم الحسين هذا، وقد اتصلت به ليلة البارحة وأخبرته بأن جوابك في حلقة يوم غد. أتمنى أن يكون يسمعني الآن كي يعرف جواب سؤاله عن حقيقة هذه القضية. لذلك عنونت حديثي أسد في كربلاء. وقت البرنامج يجري، وكما مر في حلقة يوم أمس، إذا أصبحنا في مقام قريب من وقت الأذان نوقف الحلقة ونذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد ذلك أعود إليكم كي أكمل الحديث، لأن الحديث طويل. من أين أبدأ؟ سأبدأ من الكافي. كثيرون يتصورون بأن هذه القضية تتردد هكذا على ألسنة الشيعة من دون مصدر. مصدرها الأصل هو الكافي. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي لشيخنا الكليني رحمة الله عليه. دار الأسوة للطباعة والنشر، الجزء الأول، الكافي لشيخنا الكليني، صفحة 529. نقرأ الرواية. رقم الحديث بحسب الطبعة التي بين يدي 1260. ربما الطبعات مختلفة، ارجعوا إلى الباب الذي عنوانه باب مولد الحسين بن علي صلوات الله عليهما. الحديث عن عبد الله بن إدريس عن أبيه إدريس بن عبد الله الأودي قال: لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب، فضة خادمة الزهراء. وهناك من يقول إنها ابنتها، ابنة فضة اسمها فضة، هناك من يقول هذا القول، ولكن الظاهر من الكلام إنها خادمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب: يا سيدتي، إن سفينة كسر به في البحر. سفينة هو اسم غلام، اسم خادم كان لرسول الله. إن سفينة كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد. إن سفينة، سفينة اسم الغلام، وكسرت به السفينة وكان لقبا له. إن سفينة كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث، هذه كنية كانت العرب تكني بها الأسد. فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق. همهم يعني أصدر صوتا ليس مفهوما، صوت حيوان. فهمهم الأسد بين يديه حتى وقفه على الطريق، والأسد رابض في ناحية. فضة تقول: وإن هذا الأسد نفسه موجود في مكان. أين هذا المكان؟ قطعا ليس قريبا من كربلاء. يبدو أن فضة هنا بالمعجزة تريد أن تذهب إلى ذلك الأسد، وإلا فالجزيرة تلك كانت في بحر، وأين كربلاء من البحر؟ أي بحر قريب من كربلاء؟ ففضة قالت لزينب، لزينب العقيلة صلوات الله عليها،
والأسد رابض في ناحية، نفس هذا الأسد الذي دل سفينة على الطريق، فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. متى غدا؟ يعني في اليوم الحادي عشر. دعوني أعيد عليكم قراءة القصة حتى تكون الصورة واضحة، حتى تعرفوا ماذا يقول هؤلاء العلماء والمراجع والخطباء وكيف يجهلون الحقائق. لماذا؟ جهل مركب، علم الرجال القذر، المنهج الشافعي، هذه هي الأمور التي تؤدي بهم إلى هذا القول. لما قتل الحسين أراد القوم، من هم القوم؟ الأمويون، شيعة آل أبي سفيان كما سماهم سيد الشهداء، أراد القوم أن يوطئوه الخيل، أن يوطئوه الخيل، أن يجعلوه وطيئة للخيل، الخيل تطأه. فقالت فضة خادمة الزهراء لزينب: يا سيدتي، إن سفينة وهو غلام للنبي كسر به في البحر، يعني في مكان بعيد عن كربلاء، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد. هذا الكلام أيام رسول الله. فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق. همهم بين يديه يعني أخذ الأسد يمشي بين يدي سفينة، يمشي أمامه ويهمهم، يصدر صوتا يريد أن يرشده، يريد أن ينبهه بأنه قاصد في حركته هذه، فاتبعني. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق إلى أن أرشده. ولا زال الحديث لفضة: والأسد رابض في ناحية، موجود هذا الأسد في مكان من الأمكنة، فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. ماذا يريدون أن يصنعوا؟ فضة إما تعرف ذلك من علمها بالملاحم والوقائع، أو سمعت من العقيلة زينب، أو أنها عرفت الأمر بشكل طبيعي من كلام هؤلاء اللعناء حين هجموا على الخيام وبعد ذلك حاصروا الخيام وفعلوا ما فعلوا. بالنتيجة عند فضة علم وعند العقيلة علم أيضا، قطعا العقيلة عندها علم، من أن القوم قد قرروا أن يفعلوا شيئا في يوم غد. فدعيني أمضي إليه، أمضي إلى هذا الأسد، وأعلمه ما هم صانعون غدا. إنها تتحدث بلسان يتجاوز القدرات العادية، تريد أن تذهب بطريقة طي الأرض بأي طريقة أخرى إلى المكان الذي فيه ذلك الأسد، وتأتي بذلك الأسد. إنها فضة، الأسد لا يمتلك القدرة على طي الأرض، لكن فضة تمتلك ذلك، وهذا واضح، ليس واضحا من هذه الرواية فقط ومن روايات أخرى. فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. قالت فمضت إليه فقالت: يا أبا الحارث، قطعا فمضت إليه بموافقة العقيلة. قد يقول قائل بأن هذه الرواية ليست عن المعصوم، إنها عن المعصوم، إنها عن العقيلة، العقيلة معصومة صلوات الله عليها، ليس في مصاف في عصمة الأربعة عشر، ولكنها معصومة، حديث عن المعصوم. فالعقيلة أعطتها الإذن، فمضت إليه فقالت، فضة تقول للأسد: يا أبا الحارث، فرفع رأسه ثم قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله؟
يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين. قطعا القصة مختصرة، فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين. كيف؟ لابد أنه انتقل بطريقة طي الأرض بواسطة فضة. إلا أن نفترض بأن الأسد كان موجودا قريبا من كربلاء، كيف وصل؟ لابد أن يكون لذلك حكاية أخرى. نحن والرواية. فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين، لماذا؟ لحماية الجسد الشريف. فأقبلت الخيل، متى؟ في اليوم الثاني الحديث. هذا الكلام يبدو ليلا حدث. فضة قالت للعقيلة في ليلة الحادي عشر، فجاءت بالأسد، فذهب الأسد. فلما أقبل الصباح في يوم الحادي عشر أقبلت الخيول كي تطأ جسد الحسين. فأقبلت الخيل، فلما نظروا إليه وجدوا الأسد بهذه الطريقة، بطريقة جلسة خاصة، وقد وضع يديه على جسد الحسين. واضح الذي يراه يعرف أنه في مقام حراسة وحماية. فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله: فتنة لا تثيروها. شيطان يعرف، فتنة لا تثيروها. ماذا يقصد بفتنة لا تثيروها؟ لربما لو أنهم هجموا على الأسد فإن الأسد سيكسر ذلك الجيش، وستحدث تساؤلات في هذا الجيش الكبير، وستكون هناك مشكلة، وهي قضية واضحة وكرامة لهذا الجسد. قال لهم عمر بن سعد لعنه الله: فتنة لا تثيروها، انصرفوا. فانصرفوا، اتركوا القضية. إذن هذا هو مصدر القصة، الكافي الشريف، لا كما يقول مثلا بعض الخطباء هذه حكاية تتردد على ألسنة عوام الشيعة. أنا سمعت هذا من أكثر من خطيب على المنبر أو حين يسأله الناس. القصة هنا في الكافي الشريف، مصدرها الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول. والحادثة كانت بإشراف العقيلة، العقيلة هي التي أجازت لفضة أن تذهب وأن تأتي بالأسد. وهذا جزء من الوظائف التي قامت بها العقيلة، مثلما حمت العقيلة إمامنا السجاد وألقت بنفسها عليه أكثر من مرة، كذلك حمت جسد الحسين. الآن تساؤل يطرأ في أذهانكم، تقولون يعني أن جسد الحسين لم تطأه الخيول؟ انتظروني، انتظروني، جسد الحسين وطأته الخيول. القصة طويلة، ولكنني أنا وهذه الرواية سيتضح لكم المعنى شيئا فشيئا، ونحن نمشي مع حديث أهل البيت لفهم الواقعة والقصة وفقا لمنهج لحن القول لا لمنهج الشافعي. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، عن زينب، عنا يعني عن زينب، فزينب منهم.
اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. القصة واضحة، إنها قصة زينب أساسا، وبعد ذلك فضة، وبعد ذلك أسد كربلاء، وبعد ذلك مركز القصة إنه جسد الحسين. القصة إذن حول جسد الحسين، وهذا أسد في كربلاء كما عنونت حديثي. والقصة وقعت تحت نظر عقيلة بني هاشم، إنها زينب زينة أبيها صلوات الله على أبيها وعليها. فالقصة واضحة، فإن القوم أرادوا أن يفعلوا ما يفعلوا في صبيحة يوم الحادي عشر، وزينب كانت على علم وهي تحادث فضة، لذلك فضة قالت هذا الكلام، قالت للعقيلة، قالت بأنني أستطيع أن أفعل هذا الأمر، فأذنت لها. هناك أسرار في كربلاء كثيرة نحن لا نعرفها، يمكننا أن نتلمس بعض أسرار كربلاء من خلال الخوض فيما ورد منهم إلينا، وهو قليل جدا. الرواية واضحة جدا، الوقت وقت الليل، ليل الحادي عشر، حيث بدأت عقيلة آل أبي طالب، بدأت مهمتها الطويلة الشاقة. جمعت العيال، تابعت أمرها ورعايتها وسؤالها ورجوعها إلى إمامها زين العباد، ثم خرجت لتؤدي أعظم وظيفة، إنها تنوب عن محمد هذه الليلة، إنها تنوب عن محمد وتنوب عن الكرار وتنوب عن أمها فاطمة وتنوب عن الحسن المجتبى وتنوب عن سيد الشهداء هذه الليلة، وتنوب عن إمامنا السجاد، وتنوب عن كل آل محمد، وتنوب عن الحجة ابن الحسن هذه الليلة، ليلة الحادي عشر. عقيلة بني هاشم كانت تنوب عن الجميع. حين تقدمت وهي تعثر بتلك الأشلاء الطاهرة، تقدمت إلى حيث الجسد الشريف ووضعت يديها تحت ظهره المبارك ورفعته إلى السماء: اللهم تقبل من آل محمد. آل محمد هنا من هم؟ ابتداء من محمد صلى الله عليه وآله وانتهاء بالحجة ابن الحسن، هي هنا تنوب عنهم جميعا. النائب الوحيد الذي ناب عن الجميع إنها زينب، فوضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعته إلى السماء: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. وأي قربان؟ هنا وقعت وختمت وأمضت عقيلة الهاشميين المشروع الحسيني الذي قام به سيد الشهداء، وابتدأ المشروع الزينبي.
بدأت زينب في مهمتها. أول شيء وقعت وشهدت وختمت وأمضت مشروع الحسين وقدمت القربان نيابة عن آل محمد جميعا. اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. بدأت المهمة فعادت إلى الخيمة وكان هذا الحديث مع فضة، فالعقيلة رأت جسد الحسين بأي حال، رجعت إلى الخيمة وأخبرت فضة بأن القوم في صبيحة يوم غد سيفعلون ما يفعلون. والعقيلة عارفة بحال فضة وماذا تستطيع أن تفعل، إنها تكلفها بهذه المهمة. فجاءت فضة بذلك الأسد، وحين أقبل القوم ووجدوا الأسد بتلك الهيئة وبتلك الحالة، شيطانهم عمر بن سعد ذلك الشيطان ماذا قال لهم؟ فتنة لا تثيروها، اتركوا الأمر. صحيح نحن نريد أن نطأ الحسين صبيحة يوم الحادي عشر، ولكن هذه فتنة، قضية كبيرة، فتنة لا تثيروها، انصرفوا انصرفوا. فانصرفوا. هذا هو مجمل القصة والحكاية. إذن ما الذي كانوا يريدون أن يفعلوه؟ ولماذا جاء هذا الأسد؟ هل وطأوا الحسين في يوم العاشر؟ نعم وطأوا الحسين، الخيول وطأت الحسين. وطأوا الحسين وهو حي في حياته، الحسين وطأته الخيول وهو حي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ذهبنا إلى الزيارة فإننا نجد فيها حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة، هذا في حياته، تطأك الخيول بحوافرها، زيارة الناحية المقدسة. أنا لا أريد هنا أن أقف الآن في هذه اللحظة عند زيارة الناحية المقدسة، لكنني أردت أن أجيب على تساؤلكم. من الطبيعي ستتساءلون بعد هذا البيان، هل وطأوا الحسين؟ وطأوا الحسين، وطأوا حتى في حياته بحوافر الخيل. سأعود إلى هذه القضية، ولكنني أنا وهذه القصة سأعود للتفاصيل بعد فاصل الأذان والصلاة. ولكن أنا وهذه القصة التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكافي، أهل البيت ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا اعرضوا حديثنا على كتاب الله. أريد أن أعرض هذه الرواية على كتاب الله. عجيب هؤلاء الذين يشككون في حديث أهل البيت وفقا لقواعد علم الرجال القذر. تعالوا نذهب إلى قرآننا، وكان بودي أن أتتبع الموضوع في الآيات ولكن الوقت لا يكفي، لذلك وتلاحظون وضعت النياشين والعلامات في الكتاب الكريم، ولكنني أرى الوقت يجري سريعا، لذلك سأقول بالمجمل، سأعرض الرواية
على الكتاب بالمجمل من دون أن أدخل في كل التفاصيل. قابيل الذي قتل هابيل، وقابيل هو من شر الناس بل الأكثر شرا، بعث الله إليه بغرابين، قصة الغرابين، فجاء الغراب هنا وعلمه كيف يدفن أخاه، والقصة في القرآن في سورة المائدة. نوح عليه السلام كيف أصعد الحيوانات في السفينة من كل زوجين اثنين، أليس ذلك بالإعجاز؟ كيف الغراب مع قابيل وهو من شر الناس؟ القرآن يتحدث عن معجزة حيوانية مع قابيل الذي هو شر الناس، قطعا لأي شيء؟ لأجل صيانة جسد هابيل. القضية هي القضية، هنا أيضا الأسد يأتي لصيانة جسد الحسين. الغراب هنا جاء وعلم قابيل كيف يصون جسد أخيه هابيل، وفعل فدفنه. والأسد هنا أيضا جاء لصيانة جسد الحسين. لماذا يصح هذا في هابيل وعلى يد قابيل، فلماذا لا يصح للحسين وعلى يد العقيلة وبواسطة فضة، هذه المرأة الطاهرة خادمة الزهراء؟ لماذا؟ أين هو المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني؟ دلوني بالله عليكم. علم رجالكم القذر هو الذي يقودكم إلى هذه النتيجة، أما قرآننا الطاهر هو الذي يقودنا إلى هذه النتيجة. فقابيل رغم شره الله قيض له الحيوانات، وحتى لو قيل بأن الغراب كان من الملائكة بالنتيجة جاء بصورة حيوان، حتى لو قيل هذا القول، القصة قصة حيوان، وقابيل لا يرى إلا حيوانات. ونوح كيف أصعد الحيوانات في السفينة وبقيت مستقرة؟ كيف عاش الذئب مع الخروف؟ وكيف عاشت الحيوانات المتنافرة فيما بينها التي تتنافر طباعها؟ أليست بالمعجزة وبالإعجاز؟ كيف انساقت وجاءت في وقت الطوفان ودخلت في السفينة وانتظمت؟ كيف ترتب أمر علفها وفضلاتها؟ كل ذلك بالمعجزة. صالح النبي ما كانت معجزته؟ الناقة وفصيلها. يونس النبي والحوت الذي ابتلعه ثم ألقاه، هذه حيوانات ومعجزات. أما قصة آل إبراهيم فقصة طويلة مع الحيوانات. إبراهيم قصته ربي أرني كيف تحيي الموتى، فجاء بالطيور، رواية تقول جاء بالنعامة والطاووس والديك والوزة والتفاصيل الأخرى المذكورة لا مجال لذكرها. ابنه إسماعيل فدي بكبش من الجنان، قصة ذبح إسماعيل وكيف فدي بكبش بخروف بكبش من الجنان. يعقوب وقصته مع الذئب الذي جاء به إخوة يوسف، وكيف نطق الذئب بأنه بريء من دم يوسف حتى صار مثلا براءة الذئب من دم ابن يعقوب،
حتى رؤيا الفرعون المصري التي صار تفسيرها معجزة على لسان يوسف كانت بقرات سمان وبقرات عجاف. موسى وقصته مع الحيوانات، عصاه التي تتحول إلى أفعى إلى حية، وقصة البقرة ولما ذبحها الإسرائيليون، وهي قصة طويلة مفصلة في القرآن، أطول سورة في القرآن اسمها البقرة. وبعد أن ذبحت ضرب القتيل بذيلها فاحتيا من الموت. وقصة موسى مع الضفادع والقمل معروفة، حين سلط الضفادع على الفراعنة وسلط القمل على الفراعنة، وكل تلك حيوانات ارتبطت بأنبياء وبنحو إعجازي. وقصة موسى مع يوشع لما ذهب إلى الخضر، وقضية السمكة التي وجدت طريقها في البحر سربا، السمكة المشوية التي خرجت من طعامهم ودخلت في البحر ورجعت إلى البحر تمشي، رجعت حية، كانت علامة للمكان الذي سيكون فيه الخضر. وقصة العصفور الذي جاء إلى موسى والخضر وأخبرهم عن علم علي صلوات الله وسلامه عليه. وقصة سليمان مع الهدهد ومع النملة، وقصة أصحاب الكهف مع الكلب والذي سيكون في الجنة، والكلب تكلم معهم ونام معهم واستيقظ معهم، وقصة عزير وحمار عزير الذي رجع حيا بعد 100 من السنين، وقصة بني إسرائيل الذين فروا من مدنهم خوفا من الطاعون فأماتهم الله وبقيت عظامهم على الطريق يكنسها المارة، فرجعوا بعد ذلك أحياء مع كل حيواناتهم. الحديث طويل، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود بعد ذلك كي أكمل حديثي. يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا للحبيب ومرحبا. أعود إلى حديثي الذي توقف عند اقتراب وقت أذان العشاءين بحسب توقيت مدينة لندن. كان الكلام في عرض الرواية التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكافي الشريف بخصوص حادثة الأسد الذي جاء لحراسة جسد الحسين عليه السلام. كما قلت، الأمر بإشراف زينب، والتي نفذت هي فضة خادمة الزهراء، ومرت القصة علينا. ثم عرضت القصة الرواية على الكتاب الكريم، حيث قصة قابيل وهابيل والغراب
وكل القصة كانت لأجل الحفاظ على جسدي هابيل لأجل دفنه. ومرت الإشارة إلى قصص الحيوانات مع الأنبياء ومع أمم الأنبياء بنحو الإعجاز وبطريقة تختلف عن المسار الطبيعي لحياة هذه الحيوانات. ولربما في قصة أصحاب الكهف وبقاء الكلب يحرسهم أيضا يحافظ على أجسادهم، أعني في وقت لجوئهم إلى الكهف وبقاء الكلب باسطا ذراعيه بوصيد باب الكهف لحراسة، حتى حينما كان ميتا فإن الذين يمرون قريبا من الكهف فيرون الكلب فيعتقدون إن الكلب رابض هنا لحراسة من في داخل الكهف، فهو في حياته وحتى في موته أو في نومه كان حارسا لأجسادهم. إذن قصص الحيوانات بالنحو الإعجازي للحفاظ على أجساد الأولياء موجودة في القرآن، فتلك قصة الغراب مع قابيل وهابيل، وهذه قصة الكلب مع أصحاب الكهف. والقصص الحيوانية في الكتاب الكريم كثيرة، فقصة أصحاب السبت وحيث انقلبوا إلى قردة، مسخوا إلى قردة، هي قصة أيضا من قصص الحيوان في الكتاب الكريم. أما لو رجعنا إلى أحاديث أهل بيت العصمة فإننا سنجد الكثير والكثير من حديث الحيوانات ومن معجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دونكم مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، ففيها الكثير من هذه الوقائع والأحداث. دونكم مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني، ففي هذا الكتاب الكثير والكثير. بحار الأنوار هناك باب منعقد لذلك، ووقائع متفرقة في حياة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحديث يطول. الغريب هنا أن كل هذا موجود، لماذا حين يصل الكلام إلى آل محمد، يصل الكلام إلى زينب، إلى فضة خادمتهم، إلى جسد الحسين وهو الأصل في القضية، تثور الشكوك؟ لماذا؟ لأن منهج الشافعي لا ينسجم مع هذا الحديث، لأن علم الرجال القذر لا يقبل بذلك، لأن جناب المرجع الفلاني وجناب الخطيب الفلاني بحكم جهله المركب وعدم معرفته بحديث آل محمد لابد أن نعزل عقائدنا لأجل جهلهم المركب. يا جماعة ولكم ما بقى لا عقروق، عقروق يعني ضفدع في اللهجة العراقية، لا عقروق لا قملة لا بطة، الوزة التي مرت ذكرها في قصة إبراهيم في إحياء الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، فلا عقروق لا قملة لا وزة لا فيل أيضا. إذا رجعنا إلى قصة سيدنا عبد المطلب صلوات الله عليه في قصة أصحاب الفيل، وكيف كلم الفيلة عبد المطلب والطيور الأبابيل التي هي من معاجز سيدنا عبد المطلب. القرآن مليء والروايات مليئة، كما قلت لا عقروق لا قملة لا بطة لا فيل لا مطي حمار عزير، كل هذه صحيحة، لكن حين يصل الأمر إلى الحسين تثار الإشكالات. ما لكم
هذه علامة واضحة على الخذلان، على سوء التوفيق، علامة واضحة جدا. لا توجد علامة على سوء التوفيق والخذلان والخيبة والخسران أوضح من هذه العلامات. فهذه روايتنا، رواية الأسد في كربلاء، كما عنونت حديثي أسد في الطفوف، أسد في كربلاء. فهذه روايتنا وهذا القصص الكثير في الكتاب الكريم. كان بودي أن أتناول هذه المطالب وأعلق عليها واحدة واحدة، لكن ماذا أصنع؟ الوقت يجري سريعا والمطالب مزدحمة. أذهب إلى زيارة الناحية المقدسة، ضعيفة أيضا بحسب قواعد علم الرجال القذر، ولكننا لا نعبأ بهذه القذارات. هذا هو حديث أئمتنا، زيارة الناحية المقدسة إنها حديث صاحب الأمر، ليست كما يقول صاحبنا الوائلي من العبث. هذا حديث صاحب الأمر، هذا الحديث ليس عبثيا. ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة؟ حين نصل نسلم على الحسين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الودج المقطوع، السلام على الرأس المرفوع، السلام على الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. هذه العبارة نقف عندها، لأن زيارة الناحية المقدسة هي عبارة عن مقتل مختصر مركز، فيها إشارات، وهذه الإشارات تحدثنا عما جرى في كربلاء. السلام على الأجسام العارية في الفلوات، وأول هذه الأجسام هو جسم الحسين، تنهشها الذئاب العاديات. تنهشها، النهش وعملية هجوم من الذئاب. هل الحديث هنا عن حيوانات؟ الحديث عن بشر. تنهشها الذئاب العاديات، النهش هو حينما يأتي الحيوان فيطبق فمه على الفريسة ويلتقم من لحمها، هو هذا النهش، فيأخذ من لحمها. الذئاب العاديات هنا هم الأمويون، هذا التعبير واضح. تنهشها، من الذين نهشوا الأجسام العارية في الفلوات؟ إنهم بنو أمية، إنهم جند السقيفة، جند سقيفة بني ساعدة، إنهم أولئك الذين كتبوا الكتاب، أصحاب الصحيفة. قتل الحسين يوم كتب الكتاب، كما يقول الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا جعفر. هذا التعبير، هذا هو لحن القول، هذا التعبير في حديث أهل البيت يشير إلى أعدائهم النواصب. تنهشها الذئاب العاديات، الذئاب هنا تقوم بعملية نهش. لذلك نحن ماذا نقرأ في دعاء الندبة؟ الزيارة عن إمام زماننا، زيارة الناحية المقدسة. في دعاء الندبة ماذا نقرأ؟ والدعاء أيضا مروي عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وهو يتحدث
عن جده سيد الأوصياء: قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم وناوش ذؤبانهم على النسختين. ذؤبان العرب هي هذه الذئاب العاديات. قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته وجاءت هنا تنهش حسينه: إني أقتلك وأذبحك بغضا لأبيك، إني أعرف أنك أنت الحسين، إني أعرف أنك ابن رسول الله، ابن فاطمة بنت رسول الله، ولكنني أذبحك بغضا لأبيك. كلمات شمر، وهو يقطع الرأس الشريف، يقطع رأس الحسين. هذه هي الذئاب، الذئاب العاديات هي هذه، كما في دعاء الندبة: وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم، وناوش ذؤبانهم. والتعبير هنا في زيارة الناحية وهو تعبير إمام زماننا: السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وناهش ذؤبانهم. في الزيارة الغديرية المروية عن جد إمام زماننا، عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، زيارة أمير المؤمنين: ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون. من هم هؤلاء؟ إذ يصعدون ولا يلون، هؤلاء الصحابة الذين فروا. ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون على أحد، والرسول يدعوهم في أخراهم ولكن لا يلتفتون. من الذي بقي؟ علي. وأنت، أنت يا أمير، وأنت تذود بهم المشركين عن النبي ذات اليمين وذات الشمال. البهم حيوانات، هي هذه الذئاب العادية. وأنت تذود بهم المشركين عن النبي، هذه الكائنات البهيمية، هؤلاء هم الذين نهشوا الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات. في خطبة الصديقة الطاهرة، خطبة أم الحسن صلوات الله عليه وعليها، في خطبة أم الحسن تخاطب الأنصار والمهاجرين: فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد اللتيا والتي، أو بعد اللتيا والتي، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني، مني يعني ابتلي، وبعد أن مني بماذا؟ ببهم الرجال، نفس الكلام الذي مر في الزيارة الغديرية، وذؤبان العرب، نفس الكلام الذي مر في دعاء الندبة. هذا هو حديث آل محمد، هذا هو منهج لحن القول. حديث آل محمد يشرح بعضه بعضا: لا يكون الرجل منكم فقيها يا شيعتنا حتى يعرف معاريض كلامنا. هذه هي معاريض كلامهم، الرموز والشفرات التي يفكك بعضها بعضا. وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب إلى آخر خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، الخطبة التي خطبها سيد الشهداء في مكة: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة،
وكأني بأوصالي هذه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. النواويس هي مقابر النصارى. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. عسلان ما معناها في لغة العرب؟ عسلان جمع لعاسل، والعاسل هو الذئب. أي ذئب؟ راجعوا كتب اللغة، العاسل هو الذئب المضطرب، ليس طبيعيا، هو الذئب المضطرب السريع الحركة الذي يحرك رأسه ويهزه، ليس طبيعيا. الإمام هنا يتحدث عن هذه الذئاب العادية. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات. ثم ماذا يقول الإمام؟ وتختلف إليها السباع الضاريات. تختلف، ليس تنهشها، تختلف إليها، تجيء إليها، تجيء باحترام، كما جاء في حديث النبي اختلاف أمتي رحمة. ماذا قال الإمام الصادق؟ قال يختلفون إليه من البلدان يتعلمون دينهم. هؤلاء الذين يختلفون إلى رسول الله يختلفون وهم بحاجة إليه، يجيئون إليه بمحبة وبمودة. اختلاف أمة رحمة، أن الأمة تختلف إليه، تجيء إليه مذعنة، محبة، مطيعة، محترمة، مسلمة، تطلب دينها وأمرها. وفي الروايات تختلف إليه لتعرف إمامها، تسأل عن وصيه، جاءت مذعنة مسلمة. وتختلف إليها، تأتي إليها السباع الضاريات. ماذا نقرأ في هذه الرواية؟ الرواية في كامل الزيارات، يرويها الحارث، الحارث الأعور. قال علي: بأبي وأمي، أمير المؤمنين يقول، الرواية في كامل الزيارات، بأبي وأمي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش، يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح. متى هذا كان؟ كان هذا في الوقت الذي لم يكن من زائر يزور الحسين، حين قتلت هذه الأمة المشؤومة، وليست المرحومة، حين قتلت هذه الأمة المشؤومة الملعونة التي غضب الله عليها، حين قتلت الحسين وتركته هكذا عاريا بعد أن داسته بالخيول ودفن الحسين بعد ذلك، ولكن بقي قبره لا يزار، لا يزوره إلا القليل. جاءت الوحوش هنا، الوحوش لما رأت هذه الأمة المخذولة هنا انتفضت الوحوش لزيارة الحسين. كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش، يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح، فإذا كان كذلك فإياكم والجفاء. لماذا؟ لأن الأمة قد جفت، فجاءت الحيوانات، الغيرة انتفضت في هذه الحيوانات، في هذه الوحوش. فإياكم، فإياكم والجفاء. فحينما جفت الأمة الحسين جاء ذلك الأسد، هذه الأمة المشؤومة، جاء الأسد، فاختلف الأسد. وتختلف إليه
السباع الضاريات، والذي يبدو من خلال الزيارة الشريفة أنه هناك أكثر من أسد، سباع ضاريات. يمكن أن يعبر عن الفرد إذا كان مهما بالمجموع، يمكن أن يكون هذا في تعابير العرب، باعتبار أن هذا الأسد أخاف هذا الجيش، فيمكن أن يعبر عن هذا الأسد بالسباع. ولكن يبدو من خلال اللفظ أن هناك أكثر من أسد. وإذا جمعنا مع هذه الرواية، وإن كانت هذه الرواية تتحدث عن اجتماعهم على قبره، فكما اجتمعوا على قبره فلربما اجتمعوا على حماية جسده، هذه احتمالات. ولكن نحن والرواية، وتختلف إليه السباع الضاريات، تختلف السباع الضاريات يعني السباع المتوحشة، تختلف إليه لا تنهشه. الذين نهشوه الذئاب العاديات، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، هذا الذئب الحقيقي يعني الحيوان. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، كدت أطير أطير من الخوف ومن الوحشة. هذه هي الذئاب العادية، هم جند السقيفة، هم أبناء الخلافة الراشدة. تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. السباع الضارية كهذا الأسد الذي جاءت به فضة، جاء مختلفا، اختلف إلى الحسين، محبا مطيعا مذعنا مسلما. السلام على الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، الرواية في الكافي ومضمون الرواية واضح وجلي، موافقة للكتاب الكريم بشكل عام قصص الحيوانات، وبشكل خاص قصة قابيل، قصة قابيل وهابيل، والغراب للحفاظ على جسد هابيل، وقصة كلب أهل الكهف للحفاظ على أجساد أهل الكهف. فلماذا لا يكون أسد هناك للحفاظ على جسد الحسين؟ لماذا؟ فالواقعة موجودة في الكافي في أوثق كتبنا، والقصة منطقية جدا وموافقة للكتاب الكريم. وزيارة الناحية المقدسة تشير إليها، فليس من معنى في هذه العبارات إلا هذا المعنى الذي ذكرته، تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. السباع تختلف إليها، أما الذئاب وهم أبناء السقيفة أبناء الخلافة الراشدة هم أولئك الذئاب. ما الذي جرى في كربلاء فجاء الأسد؟ الذي جرى في كربلاء أنهم وطأوا جسد الحسين وهو حي في حياته، ومرت الإشارة إلى ذلك. لنقرأ ماذا تقول زيارة الناحية المقدسة، ماذا يحدثنا إمام زماننا عن وقائع يوم العاشر. يخاطب الحسين: حتى نكسوك عن جوادك، أو نكسوك عن جوادك، حتى نكسوك عن جوادك. كيف نكسوه عن جواده؟ بعد الذي جرى وجرى تفاصيل، فجاءه أحدهم فضربه بالرمح، بكعب الرمح ضربة مهولة في خاصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بعد السهم المثلث وبعد الحجر وبعد الرماح
والسيوف والسهام والحجارة، فضربه على خاصرته فوقع الإمام على الأرض، حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا، ما الذي جرى؟ تطأك الخيول بحوافرها. الإمام لحد الآن لم يذبح. وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، رأس الإمام موجود، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك. إذن الإمام لا زال على قيد الحياة، وهو على قيد الحياة وطأوه بحوافر الخيول. أي شيء هذا الذي جرى في كربلاء؟ نحن لا ندري أي أهوال جرت. هذا هو كلام الإمام الحجة، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. في نفس الوقت البواتر السيوف، سيوف القاطع، خيول تدوس الحسين بحوافرها وسيوف تقطع. قد رشح للموت جبينك، لا زال رأس الإمام موجودا والخيول تدوسه وهو على قيد الحياة. هناك كلام ذكره أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين، أقرأ لكم ما جاء في مقاتل الطالبيين، منشورات الشريف الرضي، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر، صفحة 118-119. وأمر ابن زياد لعنه الله وغضب عليه، ماذا أمر؟ أن يوطأ صدر الحسين وظهره وجنبه ووجهه، يعني هذا في حياته، فأجريت الخيل عليه. أقرأ الكلام مرة ثانية. وأمر ابن زياد لعنه الله وغضب عليه أن يوطأ صدر الحسين وظهره وجنبه ووجهه، فأجريت الخيل عليه. أجريت الخيل والإمام على قيد الحياة، وإلا ما معنى وظهره وجنبه ووجهه؟ نفس الكلام الموجود في زيارة الناحية المقدسة، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. هذه حالة الوطأ بالحوافر، الحالة الأولى، والإمام على قيد الحياة ولم يقطع رأسه الشريف. وهناك حالة وطئ ثانية، متى؟ بعد أن قطع رأسه الشريف وهجموا على الخيام وسلبوا ما سلبوا وأحرقوا الخيام وضربوا النساء وضربوا الأطفال، بعد أن أكملوا هذا رجع عمر بن سعد إلى خيمته، فلما رجع إلى خيمته نادى: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. فتبرع 10 من الفرسان فداسوا صدر الحسين وظهر الحسين بحوافر الخيول، وحين سألوه لما ذلك قال: إن ابن زياد أمر بذلك. ابن زياد أمر بذلك والحسين في حياته، وأمر كذلك عمر بن سعد وابن زياد بعد قطع رأسه الشريف، فركضت الخيول على صدر الحسين وعلى ظهره. في البداية داسوا الصدر ثم قلبوا الجسد الشريف إلى جهة الظهر فداسوا الظهر، وكانت الحوافر تدخل من الصدر إلى الظهر ومن الظهر إلى الصدر، مزقوا الجسد الشريف تمزيق. شيخ المفيد في الإرشاد، هذا هو كتاب الإرشاد، ثم جاء إلى مضربه. من هو؟ عمر بن سعد. متى جاء إلى مضربه؟
بعد ما أحرقوا خيام الحسين واعتدوا على العائلة، ونادى في أصحابه من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه. فخرج هؤلاء أبناء الزواني أسحاق ابن حوية والأحبش ابن مرثد ابن علقمة وحكيم ابن الطفيل السنبسي، هذا الذي قطع يمين العباس، وعمر ابن صبيح الصيداوي ورجاء ابن منقذ العبدي وسالم ابن خيثم الجعفي وصالح ابن وهب الجعفي وواخط ابن غانم وهاني ابن ثبيت الحضرمي وأسيد ابن مالك. ولما دخلوا على ابن زياد نحن رددنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر، يعبوب يعني الفرس القوي، بكل يعبوب شديد الأسر. إلى هذا سيد الشهداء في الأبيات التي خرجت من نحره الشريف ونقلتها لنا السيدة سكينة بنت الحسين شيعتي، الخطاب لنا شيعتي: مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. وبجرد الخيل بعد القتل، هذه العملية الثانية. العملية الأولى من السحق كما قالت زيارة الناحية المقدسة: فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، إلى آخر الزيارة الشريفة. فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وماذا فعلوا؟ وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. بجرد الخيل، قد تقول ما معناها جرد الخيل؟ الخيول القوية جدا، الخيول الأصيلة، يقال لها خيول جرد، ليست البراذين الخيول التركية. الخيول الجرد إذا ضربت بحوافرها ضربت بقوة، لذلك الإمام يشير إلى هذا حين يقول: وبجرد الخيل. الخيول الجرد هي الخيول التي لا شعر على أرجلها، وهي علامة الخيول الأصيلة، الخيول العتيقة، علامة الخيول العتيقة ذات الحوافر القوية أن لا شعر على أرجلها، ليس كالبراذين التي يكثر الشعر على أرجلها. لذلك يقال خيل وخيول جرد، يعني ليس فيها شعر، مجردة من الشعر. وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. فالخيول داست الحسين وهو حي قبل أن يقطع رأسه الشريف، وداست الحسين أية أمة هذه؟ هذا البيروني في كتابه الآثار الباقية ماذا يقول؟ لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعلوا في جميع الأمم بأشرار الخلق، وهي قضية حقيقية كما يقول هذا البيروني. لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل بالسيف والرمح والحجارة وإجراء الخيول. أتعلمون بأن بعض هذه الخيول التي داسوا بها صدر الحسين أرسلها أعداء أهل البيت إلى إخوانهم في مصر للتبرك، فلما وصلت بعض تلك الخيول كما يذكر بعض المؤرخين إلى مصر وعلموا بأن هذه الخيول من الخيول التي داست صدر الحسين، ركضوا يتبركون بها، وأخذوا
النعل الذي يلصق على حوافر الخيول، أخذوا النعل ومن أخذه علقه على باب بيته، ومن هنا انتشرت هذه الظاهرة في بعض البلاد العربية وحتى عندنا في العراق في بعض المناطق السنية يعلقون نعل فرس على بوابة البيت، إشارة إلى تلكم الواقعة التي حدثت في مصر وبعد ذلك انتشرت تبركا بنعل الخيول التي داست صدر الحسين وظهر الحسين. أية أمة هذه وعن أي أمة نتحدث؟ رواية في تفسير فرات ابن إبراهيم صفحة 171 منشورات دار الكتاب الإسلامي، الحديث بين النبي وعزيزته الزهراء، حديث طويل أخذ منه موطن الحاجة. قالت يا أبا فيقتل، يحدثها عن قتل الحسين، قالت يا أبا فيقتل، قال نعم يا بنتاه، وما قتل قتلته أحد كان قبله. هنا محذوفة كلمة ولا بعده، لأن هذه الرواية موجودة في مصادر أخرى. وما قتل قتلته أحد كان قبله ولا بعده، هنا كلمة بعده محذوفة ساقطة. القتلة التي قتل بها سيد الشهداء، هذا هو كلام النبي، ما قتل بها أحد. فهل سمعتم أن قتيلا يقتل بهذه الطريقة؟ وحتى هذا الذي وصل إلينا لم يصل إلينا كاملا، صورة ناقصة. وما قتل قتلته أحد كان قبله أو بعد، تلك هي المصيبة العظمى والرزية الكبرى التي تعبر عنها زياراتهم الشريفة. هناك رواية ما يقرب من 40 سنة وأنا أرتقي المنبر الحسيني، هذه الرواية لا أتذكر أني تلوتها كاملة، ربما مرة واحدة، لا أتذكر أني متعمدا. أتذكر في الثمانينات ذكرتها مرة على المنبر، أنا أقرأها لكم كي تعرفوا عظم الجريمة. وأنا حين ذكرتها مرة واحدة حقيقة في حياتي، لأنني أردت أيضا أن أبين عظم الجريمة. هذا هو كتاب العوالم، والرواية موجودة في البحار وموجودة في مصادر كثيرة، منقولة عن كتاب النوادر لعلي بن أسباط، وهو من الكتب الأصول المعروفة. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن قتل سيد الشهداء؟ كلمة تؤلم آل محمد، ولكنهم يبينون لنا الحقائق، وقطعا تؤلم إمام زماننا كما أنها تؤلم قلوبنا. الإمام يقول ولقد قتلوه، قتلوا الحسين، ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب. تستمعون؟ هذا حديث الإمام الباقر. تستطيعون أن تتصوروا هذه المصيبة؟
الإمام يتحدث بهذا الأسلوب، يريد أن ينقل إلينا شيئا من الصورة. ولقد قتلوه قتلة، هو يشير إلى المثلة، ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله أن يقتل بها الكلاب، ولقد قتل بالسيف والسنان يعني الرمح، وبالحجارة وبالخشب أو الخشب، وبالعصا، العصا قد تكون من حديد ليست من الخشب، يقال لها عصا وهي من الحديد، وقد تكون من الصخر، من الحجارة ومن الصخور القوية الشديدة ويقال لها عصا. ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا، ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. كل هذا جرى على الحسين. ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. هناك كلمة مؤذية مؤلمة جدا يذكرها السيد ابن طاووس، رواية عنهم صلوات الله عليهم، هذا هو إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، يقول: لقد رأيت في كتاب المصابيح صفحة 59، هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي، لقد رأيت في كتاب المصابيح بإسناد إلى جعفر بن محمد إلى الإمام الصادق قال: قال لي أبي محمد بن علي إمامنا الباقر، سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد أو حمل يزيد له، فقال: حملني على بعير يطلع بغير وطاء، ورأس الحسين على علم، على علم يعني على رمح، على شيء واضح عالي، ونسوتنا خلفي على بغال، والفارطة خلفنا وحولنا الجنود بالرماح. انتبهوا إلى هذه الصورة، والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح الجلاوزة، إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح، بالرمح يعني بخشبة الرمح، إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح، حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح، المنادي ينادي، لما دخلت قافلة السبايا حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح: يا أهل الشام، هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون. هذا الذي جرى على الحسين وعلى عائلة الحسين. المرة الثالثة كانت نيتهم في صبيحة اليوم 11 أن يدوسوا الحسين فلا يبقوا أثرا من جسده. في بعض الكتب أن ابن سعد أمر الجيش بكله، وليس ذلك بمستبعد، لكن كانت نيتهم في صبيحة اليوم 11 كما قالت الرواية. هكذا قالت فضل الأسد، قالت فضل الأسد: إنهم يريدون أن يصنعوا ما يصنعوا بجسد الحسين. فثارت غيرة الحيوانات بعد أن غابت غيرة هذه الأمة الملعونة المشؤومة التي لا بارك الله فيها ولا بارك لها، لا في أضحاها ولا في فطرها، حتى يثأر بثأر الحسين. أليس هكذا تقول أحاديث آل محمد؟ نذهب إلى فاصل ونعود إليكم. إنهم أرادوا أن لا يبقوا أثرا للحسين في صبيحة يوم 11، وهذا الكلام يمكن أن نستكشفه من حديث
إمامنا السجاد مع عقيلة بني هاشم، الحديث الطويل المروي في كامل الزيارات، إلى أن تقول له: وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه. وهذه القضية ليست فقط بعد دفن الحسين، حتى قبل دفن الحسين. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. والذين باشروا قتل الحسين هم أشد كفرا وعتوا من الذين جاءوا من بعدهم، وإن كانوا هم كلهم على حد سواء وأحدهم أسوأ من الآخر. ولكن هذه الحالة كما هي في الذين جاءوا من بعد عاشوراء كانت موجودة في الذين ذبحوا الحسين في عاشوراء في كربلاء، يريدون أن يزيلوا كل أثر. من هنا جاء هذا الأسد. الآن أقرأ لكم الرواية، ستجدون الصورة واضحة بعد هذا الشرح والبيان. مرة ثانية نقرأ الرواية التي جاءت في الكافي الشريف. لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب: يا سيدتي، إن سفينة كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله. فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق، والأسد رابض في ناحية، فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. ماذا يريدون أن يصنعوا غدا؟ لم يبقى أحد، والحسين داسوه بحوافر الخيل، والعقيلة ترى ذلك وهي بباب الخيمة وهو على قيد الحياة. ثم داسوه فاخترقت الحوافر من صدره إلى ظهره ومن ظهره إلى صدره. داسوه بعد ذلك، بعد حرق الخيام وبعد قطع الرأس الشريف. فماذا يصنعون بعد؟ إنهم لا يريدون أن يبقوا أثرا لهذا الجسد الممزق. هنا تدخلت العقيلة، وهنا جاءت فضة، وهنا جاء الأسد. فليس من حل، مثل ما تدخل الغراب، وأين الغراب من هذه القضية؟ ولكن ماذا نفعل لهذه العقول الفارغة؟ كيف نناقشها وكيف نقنعها؟ فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. قال فمضت إليه فقالت: يا أبا الحارث. فرفع رأسه ثم قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين، فأقبلت الخيل، فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله: فتنة لا تثيروها، انصرفوا. فانصرفوا. أعتقد باتت القصة واضحة جدا، ولذا هذه القضية مهمة، مهمة أن تثار، لكن أن تبين بهذا البيان حتى يعرف الناس ما الذي حدا بالأسد أن يفعل ما فعل، ليعرف الناس أية جريمة حدثت وماذا فعلوا بجسد الحسين وماذا كانوا يريدون أن يفعلوا. القضية مهمة أن تثار وأن تعرض، ولكن بالشكل المناسب الذي لا يلحق نقصا بالمشروع الحسيني ولا يلحق نقصا بإحياء أمره ولا يضيف نقصا
إلى مقامه الشريف. القضية مهمة جدا، لأنها تحدثنا وتخبرنا عن الحال الذي كان عليه الجسد الشريف، مزقوه بالسيوف بالرماح، ومرتين مرتين بحوافر الخيل. أتعرف أن الجراح كانت على الجراح، وكانت السيوف تقع على نفس المواضع التي تضرب بالسيوف، وفي نفس الوقت كانوا يرضخونه بالحجارة. هذه الآلاف المؤلفة رضخت الحسين بالحجارة وهو على فرسه وهو على الأرض، وبعد ذلك داسوا بحوافر الخيل، وعائلته تنظر إليه من بعيد وهو ينظر إلى عائلته. أبو السجاد سوت بيك الخيل، شو متغير حيل؟ معقولا تحسين الغالي؟ جاوبني وريح دلالي. دلالي في اللهجة العراقية يعني قلبي، فؤادي، مهجتي. معقولا تحسين الغالي؟ جاوبني وريح دلالي. يا حسين، يا حسين، شو متغير حيل يا أبا عبد الله؟ سوت بيك الخيل، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، ولكنني أقرأ ما جاء في نهج البلاغة، أذكر نفسي ومن أراد أن يتذكر به. ماذا يقول سيد الأوصياء في الخطبة 87؟ وآخر قد تسمى عالما وليس به، يعني وليس بعالم، الناس تسميه عالم، هو يسمي نفسه. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال. من هم هؤلاء الجهال؟ هم أعداء أهل البيت، وأضاليل من ضلال، من هناك يأخذ. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. ما هو بقول الحقيقة؟ ما هو بقول محمد وآل محمد؟ قد حمل الكتاب على آرائه، لم يأخذ بحديث آل محمد، وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم، ويهون كبير الجرائم. كيف يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم؟ حين يقول للناس إنكم تنجون بصلاتكم، الصلاة هي المنجية، ولا يحدثهم عن قضية البراءة والولاية، حين يحدثهم عن الصيام ويخبرهم بأن الصيام والحج هو الذي ينجيهم، هذا هو الذي يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، الرواية في الكاف الشريف، رواية عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق. وعمر بن حنظلة
يقول للإمام الصادق، الرواية طويلة لا مجال لذكرها، يقول: الخبران عنكما مشهوران، حديثان عن الأئمة من الأحاديث المشهورة، قد رواهما الثقات عنكم، يعني أحاديث مشهورة عن الأئمة روتها الثقات. ثم ماذا؟ ووافقت الكتاب والسنة هذه الأحاديث، ولكن هذين الخبرين قلوب العامة، قلوب المخالفين إليهما أميل، تميل قلوبهما. الإمام سأله: هل هناك فارق بين الخبرين؟ فاتركوا الذي قلوبهم إليه أميل. قال: على حد سواء، قلوب المخالفين إلى هذين الخبرين، والخبران الحديثان مشهوران عن الأئمة رواهما الثقات، يوافقان الكتاب والسنة، ولكن لأن قلوب المخالفين إليهما تميل، ماذا قال الإمام؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه، اترك الأمر، اترك هذه الأحاديث حتى تلقى إمامك، تأخذ الإذن من إمامك أن تعمل بهذه الأحاديث أو لا، أن تترك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، وهي أحاديث أهل البيت، فما بالك بهذا الذي يكرع في تفسير الفخر الرازي وفي كتاب الأم المبسوط للشافعي. يقول: أقف عند الشبهات، الإمام يسمي هذه شبهات وهي أحاديثهم يرويها الثقات ومشهورة عنهم توافق الكتاب والسنة، لكن لأن قلوب أعداء أهل البيت إليها أميل، الإمام يقول: انتظر حتى تعرف أمر إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. فهذا العالم الذي يسميه الناس عالما، وما هو بعالم في نظر الإمام الحجة، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، الذئاب العاديات، الذئاب العاديات فتنهشها، الذئاب العاديات. عمر بن سعد من هذه المصادق، عمر بن سعد كان يعده الناس عالما ومحدثا وفقيها، هكذا كانوا يعدونه. وفي الوسط الشيعي من هو أسوأ من ذلك، ستأتينا الرواية. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، هذا الجهل المركب الذي كنا نتحدث عنه، فهو لا يعرف الحقيقة وإنما يتصور أنه يعرف الحقيقة، فهذا الذي يبقى حائرا، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك، الإمام ماذا يسمي؟ وذلك ميت الأحياء. من يمشي وراء هذا يمشي وراء ميت، هذا الميت الذي يتحدث عنه القرآن. وذلك ميت الأحياء، من هو هذا الميت؟ إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أو من كان ميتا، هو هذا ميت الأحياء، إذا أراد أن يحتي كيف يحتي؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا
جعلنا له معرفة بإمامه. الروايات هكذا تقول، لست أنا، حديث أهل البيت في تفسير هذه الآية في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، جعلنا له إماما، جعلنا له معرفة بإمامه يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو ميت الأحياء. من أين ننال معرفة إمامنا؟ صحيح التوفيق، الوجدان، العقل، الفطرة، القلب السليم، ولكن المادة الرئيسة ما هي؟ حديثهم، زياراتهم، بعيدا عن قذارات علم الرجال. حذاري حذاري يا شباب الشيعة من قذارات علم الرجال، حذاري حذاري. إذا تلطختم بها ولطختم عقائدكم بهذه النجاسات العاقبة سيئة، خذلان خذلان. هذا الذي صورته صورة إنسان كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطبة 87، صورته صورة إنسان وقلبه قلب حيوان، ذلك الذي عبر عنه بميت الأحياء هو هذا الذي يحدثنا عنه إمامنا الصادق، عن هذه المجموعة من الفقهاء ومراجع التقليد. هذا هو تفسير إمامنا العسكري الضعيف بحسب علم الرجال القذر. ماذا يقول إمامنا الصادق عن هؤلاء موتى الأحياء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ثم ماذا بعد ذلك؟ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هؤلاء ماذا يقول عنهم؟ وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء ألعن من هذه الذئاب العاديات، هؤلاء ألعن من هؤلاء الذين قتلوا الحسين قتلة كما يقول إمامنا الباقر، قتلوه قتلة نهى رسول الله أن تقتل بها الكلاب، مر الحديث علينا قبل قليل. هؤلاء ألعن من أولئك. ما هي أهم وسائلهم في ذلك؟ من أهم الوسائل هو هذا علم الرجال القذر، هذا هو الذي يحطم حديث أهل البيت، أحد هذه الوسائل. أسأل الله التوفيق لعلمائنا ومراجعنا أن يكونوا بعيدين عن هذا الوصف، وأسأل الله التوفيق لكم، وأسألكم الدعاء أن أوفق أن أكون بعيدا عن هذا الوصف. القضية خطيرة، وحذاري حذاري من قذارات علم الرجال. أعتقد اتضحت الصورة والمراد من عنوان حديثي أسد في كربلاء، وأتمنى أن أكون قد أجبت خادم الحسين الذي وجه لي هذا السؤال، أن يكون الجواب قد صار واضحا وشافيا وكافيا. أسأله الدعاء. أترككم في رعاية القمر صلوات الله عليه. لقاؤنا يتجدد غدا، نفس الموعد، نفس البرنامج، ونفس الشاشة، إنها شاشة القمر، إنها شاشة القمر. الصوت الشيعي المميز. سلاما يا قمر، ولطفا يا قمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق
أخيك الحسين، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.